السلام عليكم. ان شاء الله ندير الدرس ديال ار ال سي، اي تذبذبات حره في اداره متواليه ار ال سي. اذا دونك هنا نديرو النشاط التجريبي باش تعرفوا التصرف ديال الاداره ار ال سي. كما كنعرفوا هنا كيكون عندي واحد المكتف مشحون بدئيا، واضح؟ هذا المكتف مشحون بدئيا كنركبو معاه وشيعه. هنا الوشيعة خليت عندها معامل تحريف وموصل اومي، صح؟ دونك هنا غادي نشوفو كيفاش تتصرف هاد التركيب التجريبي بدلالة التغيير ديال ار. يعني غادي نبداو نغيرو ار باش نعرفو انواع الانظمة. دونك غناخد واحد الار، صافا. دونك نبداو، كيبان لي هنا ان المكتف مشحون بدئيا، يعني التوتر بين مربطيه هو 6 فولت. فاش كندير كنسد قاطع التيار كيبان لي واحد التفريغ ديال المكتف، تمام. وكذلك التيار هنا كان منعدم، من بعد فاش تفرغ المكتف في هذه الوشيعه الموصل الامي بدا واحد القيمه مقسوم من بعد. دونك هذا النظام كيتسمى نظام لا دوري. هنا المقاومه شو شحال فيه؟ 2 كيل، يعني المقاومة كبيرة بزاف. دونك غندو نقصو في هاد المقاومة، غنديرو تقريبا كيلو. شوف هنا اش غيطا. دونك هذا كيحاول، دونك هنا اش كيطرا؟ المكتف مشحون بدئيا كيتفرغ. هاد اللحظة هادي كينعدم التوتر بين مربطين المكتف، من بعد كيبان ليا المكتف كياخد يعني التوتر بين مربطين كيبدا يرتفع، من بعد كينعدم كذلك شد التيار. طيب دونك هذا النظام كيسمى نظام شبه دوري. انا يعني شبه دوري او نشرحو حنا نعطيو مقاومة صغيرة. طيب يعني هنا الدورية هي فاش كيعاود نفس الحركة ديالو في واحد المدة زمنية. غير هنا الوسع، متفقين؟ الوسع هنا كان 6، من بعد ولا تقريبا شي 3، واضح؟ هذا كيتسمى نظام شبه دوري. دونك إذا زدنا المقاومة عطيناها تقريبا 0.06 كيلو، يعني تقريبا 60 أوم. تقريبا كيبان لي أنه هذا النظام، هذا النظام تقريبا كيولي دوري، يعني المقاومة، ولكن المقاومة عدمتها. شوف هنا غيولي عندي نظام دوري. هذا نظام دوري. ما معنى نظام دوري؟ أن الوسع كيبقى نفسه، متفقين؟ وان الحركه كتعاود في واحد المده اللي كتسمى الضغط، واضح؟ اذا هنا شكون هو اللي كيأثر؟ هنا هو الموصل الامي. اذا هنايا غادي نشوفوا هذا مخطط الطاقه. هنا الطاقه كتبان ليا ان هذاك الشيء اللي كان في المكتف، متفقين؟ اللي كان في المكتف تشرف في الوشيعه، يعني هنا كتكون المقاومه منعدمه، الطاقه كتبقى نفسها. ولكن فاش كنزيد مقاومه الموصل الامي، كيطرا ان هذيك الطاقه الاوليه اللي في المكتف كتبدا غادي كتناقص، يعني كتبدد بمفعول جول. حنا كنعرفوا كما قرينا في الاعدادي وجد على المشترك والاولى بكالوريا ان اللي مسؤول على تبدد الطاقه هو موصل الامي، واضح؟ دونك هنا غادي نعاودو الريجيم. هنا عندنا ثلاثه الانظمه، عندي نظام دوري، وهذا كتكون فيه مقاومه منعدمه في الطاقه، تمام. وعندي نظام شبه دوري، واضح؟ المقاومه ديالو، تمام. بمزه المقاومه كيكون نظام شبه دوري، ولكن اذا كانت المقاومه الموصل الامي كبيره كيكون عندي نظام لا دوري. اذا هنا خاصني نعرف ثلاثه الانظمه، نظام شبه دوري، تفقين؟ كتكون فيه المقاومة تقريبا متوسطة ولا ما بين وبين، وعندي نظام دوري المقاومة الموصل الأمي ومقاومة الدارة كتكون منعدمة، وعندي نظام لا دوري هو فاش كتكون المقاومة كبيرة بزاف. إذا حنا عرفنا أن المقدار المسؤول على هاد الظاهرة ديال النظام لا دوري والنظام شبه دوري كتسمى ظاهرة الخمول. المقدار المسؤول عليها هو مقاومة الموجودة في الدارة، تفقين؟
إذن باندر المعادلة التفاضلية عندي حسب قانون إضافية التوترات إي سي زائد إي إل زائد إي إر كتساوي زر. دونك عندي هنا إل دي إي على دي دي زائد إر إي زائد إي سي، لأن هنا ما عنديش مقاومة داخلية، ونعلم أن إي كتساوي دي كيو على دي دي كتساوي سي دي إي سي على دي دي. إذا درنا التغير ديال هذا سوي دي إي على دي دي يعني غتلصق هذا لتاني مرة، إذا لصقت هذه غتلصق لتاني مرة. دونك إذا المعادلة التفاضلية تولي هي إل سي دي إي سي كاري على دي تي كاري زائد إر سي دي إي سي على دي تي زائد إي سي، وهذه هي المعادلة التفاضلية ديال الضرائر إل سي، وهذا هو المقدار المسؤول على الخمود، يعني اللي مسؤول على الخمود هو إر سي دي إي سي على دي تي. واضح؟ إذا غندوزو لدارة مثالية. ما معنى دارة مثالية؟ المقاومة فيها مكيناش. دونك هنا غنديرو المعادلة التفاضلية. عندنا فاش كتكون دارة مثالية كتكون غير مكتف مشحون هو شيعة اي سي زائد اي ال، عندنا يو ال هي ال دي يو على دي تي زائد اي سي كتساوي صفر، كما نعلم ان دي يو على دي تي هي سي دي اي سي كاري على دي تي كاري زائد اي سي كتساوي صفر. واضح؟ هادي اللي عطاو ليكم دلالة اي سي دلالة كيو. اي سي اي ال هي ال دي يو على دي تي، اي سي هي كيو على سي، هنا دي على دي تي هي دي كاري كيو على دي تي كاري زائد كيو على سي، هاد السي غنضربها هنا تولي ال سي دي كاري كيو على دي تي كاري زائد كيو يقال زهر. واضح؟ هما المعادلتين التفاضليتين اللي كاينين بالنسبة للعلوم الفيزيائية، علوم الحياة والأرض، علوم رياضية زائد ار زائد اي. دونك هنا الحل ديال المعادلة كتكتب على شكل اي سي دي تي تساوي اي سي ماكس الكوس دو تي على تي زيرو تي زائد في اي سي ماكس هو الوسع القصوي، هو هذا تبقى اي سي ماكس هو الوسع القصوي، تي زيرو هو الطول الخاص، هو هذا كناخدو من القمة للقمة ولا من البداية للبداية. في كيتسمى الطور عند اصل التواريخ، هاد فيه هو قلتو التأخر ديال التيار بالنسبة للتوتر. واضح؟ هادي كاين عند سيونس ماكس لا فالور ديال في قيم. كيفاش كنجبدو في؟ كنمشي هنا كندير اي سي زيرو كتساوي اي سي ماكس قوس في، نشرح الى عوضت هنا بزيرو هاد المقدار مشى لزيرو غتولي اي سي زيرو كتساوي اي سي ماكس قوس في اي سي زيرو. غنمشي نشوف اللحظة من بعد في اي سي زيرو، يعني في اللحظة زيرو بدا التوتر من اي سي ماكس، يعني اي سي ماكس كتساوي اي سي ماكس، اذا القوس في كيساوي واحد. دونك القوس اللي كيعطينا واحد هو الزاوية اللي كتعطينا واحد هي في هي زيرو، اذا في هنا زيرو، يعني ما كاينش بيناتهم شي ديفيرونس. دابا التعبير ديال الدور الخاص، بغينا نعرفو التعبير ديال الدور الخاص تي زيرو. عندنا ان اي سي دي تي هي ال كوس دو بي على تي زيرو تي، علاش؟ لان اي سي ماكس هي هي التوتر القصوي، يعني التوتر بين مربطين مكتف في الحلبة الدائية هو كوس ديال دو بي على تي زيرو تي. حنا كنعرفو بلي الاشتقاق ديال الدالة فيها الكوس كيعطينا المعاقس، كنخرج هاد الوسطاني كندير بلاصتو سين، من وراه غنعاود نشتق، يعني إلا شتقيت هادي هذا غنخرجو دو بي على تي زيرو تي في دو بي على تي زيرو تي كاري فور كوس ديال دو بي على تي زيرو تي. واضح؟ اه كوس اه كوس كتمثل اي سي دو تي، إذا هادي ناقص دو بي على تي زيرو كاري اي سي دو تي. فهمت؟ هادشي غنمشي نعوضو في المعادلة التفاضلية، نعوضو هنا هادي نعوضها بهادي، هاهي العامل المشترك هو اي سي، وغادي نعمل تبقى ناقص دو بي على تي زيرو وكاري ال سي زائد واحد، باش يكون هذا حل، هذا يخالف صفر وهذا يساوي صفر. اذا القوية تي زيرو دو بي جذر لي سي، تي زيرو كتساوي دو بي جذر ال سي اقل على ال سي. دابا باش نبينو ان هاد تي زيرو الوحدة ديالها هي السهم، تي زيرو كتساوي الجذر ديال ال سي. صافي؟ دونك علاش؟ لان دو بي ما عندهاش وحده، لان الوحده الراديان والراديان ما كيدخلش من ضمن العلمي. دونك اي ال هي ال سي دي اي سي كاري على دي تي كاري، كنعرفوها. دونك حنا عندنا اي ال هذه البعد ديالها هي ال سي، هذه اي سي على تي كاري، هنا غيمشي ليا هذا مع هذا تبقى بان ال سي تساوي تي كاري، دخلتها للجذر اذا الجذر مع الكاري غيمشي غتبقى لي تي، اذا لي تي زيرو بعدا زمنيا وحدته السوق. هذه الدراسه النظريه،
يعني هنا كنعرفوا كيفاش نتعاملوا مع دار الف. بغا نمشيو للدراسه الطاقيه، وتركزوا معايا فيها. دونك كما كنعرفوا ان الطاقه الكليه في الدار هي الطاقه ديال الطاقه الكهربائيه، هي واحد على جوج سي كاري كتساوي واحد على جوج كي او كاري على سي. وكاين الطاقه المغناطيسيه هي واحد على جوج ال اي كاري، او اي هي او ار على ار كاري. واضح؟ اذا الطاقه عندها علاقتين، كل طاقه عندها جوج. عندها هي واحد على جوج سي كاري، هي واحد على جوج كي او كاري على سي. هذه امتى نخدم بها؟ اذا كان عندي اي سي، وهذه اذا كان عندي كي. كذلك غادي نخدم بها كان عندي اي، وهذه اذا كان عندي اي ار. دابا هنا الطاقه بدلاله الزمن، كيفاش نبين ان الطاقه محافظيه؟ نعلم ان او هي واحد على جوج سي كاري، ونعلم ان اي سي هي او كاري كوس او كاري دو بير تي زيرو زائد في. اتفقنا؟ ونعلم ان الطاقه المغناطيسيه هي واحد على جوج ال اي كاري، وهاد اي الى شقيناها غادي نلقاو هاد التعبير هو واحد على جوج سي او كاري سينيس او كاري دو بير تي زيرو زائد في. كيبان ليا بلي العامل المشترك هو واحد على جوج سي او كاري. علاش؟ لان الكوس او كاري زائد سين او كاري شحال كيساوي؟ واحد. اذا او توتال هي واحد على جوج سي او كاري، يعني هنا سي ثابته و او ثابته. اذا الطاقه الكليه في النظام الدوري كتكون ثابته، وهاد العلاقه عندها علاقه اخرى هي كي ماكس كاري على سي، وفي نفس الوقت هي واحد على جوج ال اي ماكس كاري. يعني انا اذا كانت عندي نظام دوري خصني نحفظ ولا خصني نعقل ان او توتال هي واحد على جوج سي او كاري، هي واحد على جوج كي ماكس كاري على سي، هي واحد على جوج ال اي ماكس كاري. واضح؟ هاد العلاقات كيعطيوني هاد المنحنى. هنا عندي هاد المنحنى الطاقه، خصكم تعرفوا الطاقه اللي كتبدا من الفوق يعني اللي كتكون في الاول القصويه هي طاقه المكتف، الطاقه اللي كتبدا من الزيرو هي الطاقه ديال الوشيحه. اتفقنا؟ وهنا خصكم تعرفوا باللي الدور، الدور لو بغينا نجيبو الدور الخاص من القمه للقمه كتعني الدور الطاقه، ودور الطاقه كيساوي هو الدور الخاص على جوج. مزيان، يعطيك هذا المنحنى وقال لك في التزار، والتزار غتاخذ الدور هذا وغتضربو في جوج. واضح؟ دابا غنمشيو الى كان عندي منحنى هنا بدلاله اي سي بدلاله الزمن. هذا مهم، هذا مهم مهم، تبعو معايا كيفاش نشرحوه. دونك هنا كما كنعرفو في اللحظه البدئيه المكتف كيكون مشحون بدئيا. دونك في هذه الحاله، يكون عندي ان اي سي كيساوي او، اذا اي كتساوي زيرو، اذا او توتال كتساوي او او. اللحظه البدئيه او توتال كتساوي او او. الى مشينا لهاد النقطه، هذه النقطه هنا كيكون توتر منعدم، توتر منعدم. اذا في هذه الحاله اذا كان توتر منعدم التيار كياخذ قيمه قصوى، يعني كتولي اي ايكالا اي ماكس. او توتال في هذه الحاله كتساوي الطاقه المخزونه في الواشيعه. فاهمين؟ إذا مشينا لهاد اللحظة هذه، هنا التوتر كياخد واحد القيمة قصوية غير هي سالبة، إذا إي سي كتساوي ناقص أو. في هاد الحالة شدة التيار كتكون منعدمة، أو توتال هي أو أو. كذلك في هاد اللحظة هنا التوتر كيكون منعدم، إذا إي سي كتساوي زيرو، إي كتساوي إي ماكس، إذا أو توتال هي أو أو، وكتبقى غادي بحال. واضح؟ دابا إذا كان عندي مخطط طاقة بدلالة التوتر إي سي، بما أن هنا في الكاري التمثيل ديال هاد الدالة عبارة عن شلجم، واضح؟ هنا كنعرفو باش كيكون المكتف، باش كيفاش كنعرف هذا واش ديال الواشعة ولا ديال المكتف؟ ساهلة، كتمشي للحظة زيرو، فهاد اللحظة زيرو التوتر بين مربطي المكتف كيكون منعدم. اتفقنا؟ إذا كون الطاقة اللي كتنعدم هي أو أو، يعني فهاد هاد المنحنى هذا كيمثل الطاقة المخزونة في المكتف أو أو، واحد على جوج سي إي سي كار. بينما هذا كيكون هو التوتر الممثل لتغيرات تغيرات الطاقة المغناطيسية، وهذا اللي كيكون ثابت هي الطاقة الكلية. صح؟ ها كيفاش كنبرهنو على أو أم، هي أو توتال ناقص أو أو، هي واحد على جوج سي أو أو كاري ناقص إي سي أو كاري. هذا مهم، وإذا عمرو ما تحط ويقدر يتحط. دونك هذا كذلك، دونك هنا اي سي كاري في اللحظه زيرو كتكون التوتر بين مربطي المكتف منعدم، اذا اللي كيبدا من زيرو هو طاقه المكتف، المتقطع هو طاقه الواشعه، وهذه هي الطاقه الكليه، وهذه النقطه هي او كاري.
دونك باش نبينو ان الطاقه تنحافظ، دي او توتال هي او او زائد او ام، غادي نشتق هادي خصنا نبينها كتساوي زيرو، هي دي او او على دي تي زائد دي او ام على دي تي. غادي نشد دي او او غنشتق، كما كنعرفو ان اي سي داله متغيره، اذا هاد الجوج هادي غتجي عند جوج تفهم سي اي سي، وغادي نشتق دي اي سي على دي تي لانها شق داله تفهم، زائد كذلك هنايا جوج على جوج غتولي ال اي دي او على دي تي. كما كنعرفو ان سي دي اي سي هي اي، غتبقى اي سي زائد ال دي او على دي تي، و ال دي او على دي تي هي ال سي دي كاري على دي تي كاري، وهذه كتساوي زيرو، اي زيرو في اي هي زيرو تفهم. هنا كيفاش كنبين ان الطاقة محافظية الطريقة ديالها، بغا نبينو ان الطاقة تتناقص، واضح؟ اذا عندي ان او توتال كتساوي او او زائد او ام، كذلك كما درت في سميتو تساوي هنا جوج على جوج سي اي سي دي اي سي على دي تي زائد اي اي دي اي على دي تي. كما كنعرفو سي دي اي سي هي اي، تبقى اي في اي سي زائد ال اي دي اي على دي تي، متفقين؟ حسب المعادلة التفاضلية عندي ال دي اي على دي تي زائد اي سي تساوي ناقص ار توتال، هو ار توتال يعني فيها ار ديال الموصل الأمي و ار ديال الواشية، دونك نشدو هادي ونعوضو هنا، تولي ناقص مع ناقص ار توتال فوا اي فوا اي، تولي ناقص ار توتال فوا اي كار، إذن الطاقة تتناقص بهذا المقدار. وضح لي صيانة هاد التذبذبات كنركبو مولد على التوالي في الدار، وضح هاد المولد الدور ديالو هو تعويض الطاقة المبددة بمفعول الجول وصيانة التذبذبات من الخمول. نتمنى انكم فهمتوا الدرس، ندوزو التمارين.